السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نحاول نجاوبوا على الامتحان، او غادي نبداو بالامتحان الوطني 2019 الدورة العادية. غادي نبداو بالتمرين الثاني في هذا الفيديو. هذا غادي نحاول نديرو التمرين الثاني بخصوص الاعداد العقدية. كيف ما كتشوفوا هو التمرين حل المعادلة، فوالا، حتى السؤال ب. سؤال باء بين غير هاد الطريقه اللي درت، زعما باش تحاولوا تحبسوا الفيديو وتجاوبوا عليه قبل ما تشوفوا التصحيح. ياك الشباب، دونك نبداو بالتصحيح. التصحيح لنحل في مجموعه الاعداد العقديه هاد المعادله هادي. دونك لدينا اولا المعادلة كتكتب على شكل زد أس اتنان ناقص اتنان زد زائد أربعة تساوي زيرو، ياك، بحيث زد عدد عقدي ولا ما عنديش فيه مشكل. دونك هذا على شكل حدودية من الدرجة الثانية بمجهول واحد، يعني كنمشي نحسب المميز اللي هو الدلتا. دونك دلتا كيساوي بي أس اتنان ناقص ربعة أس بي أس اتنان، شنا هي؟ اللي هي ناقص اتنان أو كاري ناقص ربعة في أس، ربعة في ربعة في واحد هي أربعة في أربعة، سي كلاغ. دونك ناقص اتنان أس اتنان اللي هي أربعة ناقص أربعة في أربعة اللي هي ستاش، اللي كتساوي ناقص اتناش، ياك الشباب. ناقص اتناش عدد سالب قطعا، ياك الشباب. دونك ملي كيكون عندي سالب قطعا، ملي كيكون عندي سالب قطعا يعني المعادلة تقبل حلول في الأعداد العقدية. يعني كنحاول نترونسفورمي هاد ناقص 12 على واحد الشكل عقدي، يعني أو كنكتبها على شكل كاغي باغفي، يعني مربع كامل، ياك. دونك دلتا اش كتساوي؟ نكتبها على شكل بون جذر مربع 12 الكل وسيدنا، واضح. هذه اش غادي تساوي ليا باش نتحقق منها؟ جذر مربع وسيدنا ديال 12 اش غيساوي؟ هو 12 مع اي وسيدنا اللي هي ناقص واحد، ومع ناقص واحد مع 12 تساوي ديريكتوم ولا هي ناقص 12، سي كليغ الشباب. دونك ما عليناش، هاد جذر مربع 12 كتساوي؟ يمكن نكتب على شكل ربعة في تلاتة جذر مربع ربعة في تلاتة اللي هي اتنان جذر مربع تلاتة اي الكل أس اتنان، واضح. يمكن ليا نبسطها نكتب على شكل، ماشي مشكل، نخليها على هاد الشكل هذا، واضح. دونك دلتا كتساوي هاد عجب هذا، طب كنكتب على شكل عدد موجب قطعا، واضح. دونك زد واحد كتكتب لي على شكل ناقص بي ناقص جذر دلتا، ناقص بي شناهو؟ بي عندي هو ناقص اتنان، مع ناقص بي تولي اتنان، ناقص جذر دلتا، جذر دلتا اللي هي عندي هنايا، الجذر غيمشي مع دوس اتنان، دونك الكل أس اتنان، الجذر غيمشي مع دجا بي تبقى ليا، دونك نكتب زائد جذر دلتا اللي هي اتنان جذر تلاتة اي سيغ اتنان، نختزل بهاد لي دو تساوي اللي هي واحد زائد جذر مربع تلاتة اي، واضح. هذا هو الزد واحد، الحل الأول، واضح الشباب. ندوزو للحل الثاني. الحل الثاني اللي هو زد دو كيساوي ناقص بي اللي هو قلنا اتنان ناقص جذر دلتا اللي هو اتنان جذر تلاتة اي على اتنان، سي كلاغ. كي نختزل بهاد لي دو غيتولي لي هي واحد ناقص جذر مربع تلاتة اي، سي كلاغ. دونك هذا هو زد اتنان، هذا هو الحل الثاني للمعادلة، واضح. دونك ندوزو السؤال اللي من بعد اللي هو في المستوى العقدي المنسوب الى معلم متعامد منظم او اي في، نعتبر النقاط او بي و سي دي التي الحاقها على التوالي. المهم معليناش، قال لك اسيدي تحقق ان ا موان دي ايتيغال موان 3 فاكتور سي موان دي. دونك معليناش، ندوزو السؤال الثاني. الف لنتحقق ان او التحقق الشباب، يعني غير كنفيريفي، كنمشي اول حاجه نحسب
A ناقص دي، دونك عندنا A ناقص دي اش كتساوي؟ نعوض بأ بالقيمة ديال اللي هي واحد ناقص إي جذر تلاتة ناقص دي، دي كتساوي ليا ناقص اتنان زائد اتنان جذر تلاتة، ياك درتها وسط الأقواس حيتاش الناقص كاين هنا برا، اش غتساوي؟ اللي هي واحد ناقص إي جذر مربع تلاتة زائد اتنان ناقص مع ناقص زائد ناقص اتنان جذر تلاتة، واضح؟ ونحاول نبسط هاد الإجابة هادي تبقى تساوي هي تلاتة، تلاتة ناقص اتنان جذر تلاتة ناقص اي جذر مربع تلاتة، ياك الشباب؟ دونك هادي هي ا موان دي. دونك إلا جاب الله حاولت نعمل بجذر مربع تلاتة أو ناقص جذر مربع تلاتة، نحاول نعمل بيها هنا، أش غتساوي؟ نعمل بناقص جذر مربع تلاتة، عامل هنا ناقص جذر مربع تبقى لي هي اتنان، عملت بجذر مربع تلاتة مع تلاتة، عملت بناقص جذر مربع تلاتة مع تلاتة، هادي غادي نقسم على جذر مربع تلاتة، سي كلاغ، باش إلا نشرت تختزل لي جذر مربع تلاتة مع جذر مربع تلاتة، غتبقى لي الناقص مع الناقص غتولي لي ديغيكتومون هي زائد تلاتة، واضح؟ وهنا غادي نعمل جذر مربع تلاتة عادي، ناقص جذر مربع تلاتة، واضح الشباب؟ دونك كتساوي ناقص جذر مربع تلاتة اتنان، دونك غادي نحيد هاد الجذر من المقام، غنضرب جذر مربع تلاتة في المقام وفي البسط، غتساوي هي تلاتة جذر مربع تلاتة على جذر مربع تلاتة أس اتنان اللي هي تلاتة في المقام، غتختزل تلاتة مع تلاتة غتبقى لي جذر مربع تلاتة، واضح الشباب؟ زائد اي، دونك هادي هي أ ناقص دي، واضح؟ قال لك أسيدي بين بأن أ ناقص دي كتساوي ناقص جذر مربع تلاتة عامل للسي ناقص دي، هاد السي ناقص دي ما عرفناش شحال كتساوي، حنا عملنا بناقص جذر مربع تلاتة، غادي نمشي نتأكد واش هادي هي سي ناقص دي، لدينا سي ناقص دي اش كتساوي؟ نعوض بالسي بالقيمة ديال اللي هي جذر مربع تلاتة زائد اي ناقص دي، دي اللي كتساوي هاد القيمة كاملة اللي هي ناقص اتنان زائد جوج جذر مربع تلاتة، اللي كتساوي نبسط هاد الإجابة هدا نحيد الأقواس، دونك الناقص مع الناقص تولي زائد اتنان، ناقص يعني ناقص اتنان جذر مربع تلاتة، واضح؟ دونك اي راها بوحدها، غتبقى لي اي هنا على دونك دو غتبقى لي بوحدها حتى هي، دونك عندي جذر مربع تلاتة ناقص اتنان جذر مربع تلاتة اللي هي ناقص جذر مربع تلاتة زائد اي، واش كيف ما كتشوفوا الشباب هاد القيمة ماشي هي هادي، دونك ومنه السيمون تي كتساوي العجب، وبالتالي A ناقص دي اش كتساوي؟ هي ناقص جذر مربع تلاتة سي ناقص دي، واضح؟ دونك إلا عوضت هاد القيمة هادي اللي هي هادي بسي ناقص دي غيخرج لي هداك العجب، واضح؟ دونك ومن هو أنا توصلت لهاد النتيجة هادي. كليك سيدي تحقق أن، ثم استنتج أن النقط A و C و D نقاط مستقيمية، استنتاج ما عليناش، دونك باش نبين أن واحد ثلاث نقاط نقاط مستقيمية شنو كندير؟ كان فيكسي واحد النقطة مثلا ناخد زد أ ناقص زد دي سيغ زد، خديت أ خديت دي ناخد سي، زد سي ناقص زد دي، هاد زد دي هو اللاحق، نكتبوها اللاحق ديال النقطة أ هو بتيت أ، واللاحق ديال النقطة دي هو بتيت دي، واللاحق ديال النقطة سي اللي هي بتيت سي، واللاحق ديال النقطة دي. دونك كنمشي نحسب هاد الخارج هذا، خصو يخرج لي عدد حقيقي صرف، واضح؟ خصو ينتمي لاغ باش نقول بان هاد النقط A و C و D نقط مستقيمية، مفهوم؟ او نقط متداورة، هادشي ماشي مشكل شفناه في الدرس، واضح الشباب؟ دونك هنا السؤال يعني نبين بان النقط A و C و D نقط مستقيمية، يعني كيف نبين ان A ناقص D على C ناقص D تنتمي لاغ، نفط دونك يا اما نمشي نحسبهم ا ناقص دي على سي ناقص دي ونمشي نحسبهم ونكتب على الشكل الجبري ونشوف داكشي واش غيخرج ليا ولا، ولكن حنا في السؤال اللي من قبل عندنا ا ناقص دي كتساوي ناقص جذر مربع تلاتة سي ناقص دي انطلاقا من هادي، لدينا ا ناقص دي كتساوي ناقص جذر مربع تلاتة سي ناقص دي، واضح؟ دونك الى قسمت هاد ا على دي قسمتها على سي ناقص دي كتساوي ناقص جذر مربع تلاتة، وهذا أ ناقص دي على سي ناقص دي هي اللي بغينا نمونطريو، دونك لقيناها أنها كتساوي ناقص جذر مربع تلاتة، دونك لقينا أن هذه كتنتمي إلى إغ، دونك بحال هذا ناقص جذر مربع تلاتة ينتمي إلى إغ يعني عدد حقيقي صرف، ومنه
نقط A و C و D نقط مستقيمة. واضح الشباب؟ مو كذا كيف ما غير استنتاج، يعني راه طلبوا قال لك سيدي استنتاج من السؤال السابق. ثالثا، ليكن هاد زد لاحق النقطة M والزد بريم لاحق النقطة M بريم، صورة النقطة M بالدوران R الذي مركزه O وزاويته ناقص بي على 3. تحقق. دونك شنو كيعنيو بهذا الدوران هذا؟ دونك ندوز للسؤال الثالث اللي هو R الدوران الذي مركزه O، مركزه O وزاويته ناقص بي على 3 عنده خصائص، شنو هما؟ اللي هي الزاوية ديال الدوران، لارغيمون ديال الزاوية، الزاوية ما بينها شواش؟ ما بين O ل M، دونك خدينا O هي الفيكس، والنقطة M اللاحق ديالها اللي هو الزد، والنقطة M بريم، أو هنا النقطة M بريم اللاحق ديالها الزد بريم، ها هي المتجهة أو إم ها متجهة أو إم بريم، هاد الزاوية ديال الدوران اللي هي ناقص بي على 3. واضح؟ دونك هذا غير واحد التمثيل مبياني باش يبان ليا شنو كندير. واضح؟ دونك الخاصية ديال هاد الدوران هذا، هذا ما كاينش، الخاصية ديال الدوران أن هاد الزاوية أو الزاوية أو إم أو إم بريم كتساوي ناقص بي على 3. واضح؟ دونك أو لارغيمون ديال أو إم أو إم بريم كيس يوافق ناقص بي على 3 بترديد 2 بي. واضح؟ والمسافة أو إم كتبقى ثابتة، يعني المسافة أو إم كيساوي المسافة أو إم بريم اللي هي المعيار ديال أو إم كيساوي المعيار ديال أو إم بريم. واضح؟ اللي هي المسافة هذه المعيار موديل. ما يناش قال لك سيدي تحقق ان الزد بريم كتساوي ان دومي ا فوا زد. واضح الشباب؟ الزد بريم هي صورة او ام بريم هي صورة ام الدوران الذي مركزه او وزاويته ناقص بي سور 3، يعني ان الزد بريم هي الصورة ديال الزد ديالو. حسب القاعدة بان دونك اذا كنا بان الزد موات زد او سونتر هو او اتيغالا حسب القاعدة الإكسبونسي كتساوي إكسبونسي إي تيتا زد بريم موا زد أو، أو نقلبهم ماشي مشكل، هنا يعني زد بريم هنا ندير زد. واضح؟ دونك تيتا هنا عندنا شنو هي؟ دونك إلا كانت هادي زد بريم، زد أو اللي هو السونتر اللاحق ديالو اللي هو زيرو غيبقى زد، زد موان زيرو اتيغالا إكسبونسيال تيتا كتساوي ناقص بي سوغ تروا هي غتساوي ناقص بي ناقص اي بي سور 3 ياك فوا زد موا زيرو. واضح؟ دونك ومنه في ان زد بريم ايكيفالون زد بريم كتساوي اكسبونسيال موا اي بي سور 3 كيف ما شفنا ان اكسبونسيال اي تيتا كيساوي هو كوسينيس تيتا بلس اي سينيس تيتا، اكسبونسيال موا اي تيتا كيساوي كوسينيس ديال تيتا موا اي سينيس دو تيتا. واضح؟ دونك هنا اللي غيساوي لي اللي هي كوسينيس ديال بي سور 3 موا اي سينيس ديال بي سور 3. واضح؟ فاكتور زد. واضح الشباب؟ دونك هاد كوسينيس ديال بي سور 3 شنو هو؟ دونك ايكيفالون كو زد بريم اش كتساوي كوسينيس ديال بي 3 بي سور 3 اللي هو ان دومي موان اي سينيس ديال بي سور 3 اللي هو غاسين دو 3 سيو 2. واضح؟ فوا زد. واضح الشباب؟ دونك الى عملت انا بواحد ان دومي، هنا عملت بان دومي فاكتور واحد ناقص اي غاسين دو 3 فوا زد. واضح الشباب؟ هاد واحد ناقص اي جذر مربع 3 راه هي الى شفنا في المعطيات اللي هي اكزاكتومون ا. واضح؟ ا راه كتساوي واحد ناقص جذر مربع واحد ناقص اي جذر مربع 3 لي. دونك ومنه فان الزد بريم كيساوي ان دومي، غادي نعوضها ب ا فوا زد، داكشي يطلبوا من نفس السؤال. واضح الشباب؟ دونك ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو قال لك سيدي لتكن اش نقطة اش صورة النقطة بي بدوران اغ و اش اللاحق ديالها، يعني اش اللاحق ديال كونت اش وهي الصورة ديال بي بالدوران اغ و بي واحد النقطة اللي اللاحق ديالها اللي هو هاد الجبهة. قال لك سيدي تحقق ان اش كتساوي اي بي.
معينا شنو هي العلاقة ما بين اش و بي؟ دونك غادي نشوفو شنو هي العلاقة ما بين اش والنقطة بي بعدا هي الأولى ونشوفو كيفاش داكشي. معينا قلنا بأن اش هي الصورة، أو عندنا اش هي صورة، اش هي صورة بي بالدوران اغ، اغ الذي مركزه او زاويته ناقص بي سوغ تروا. ياك الشباب، اش اللاحق ديالها هو بتيت اش، و بي اللاحق ديالها هو بتيت بي. دونك حسب القاعدة شنو كتقول لينا؟ دونك عندنا بأن اش موان السونتر اللي هو زيرو اش كيساوي هو ليكسبونونسيال ديال اي تيتا، تيتا عندي هي ناقص بي سوغ تروا اللي هي ناقص اي بي على تلاتة، فاكتور بي صورة بي اللي غندير حداش هادي الصورة ديالها، واضح؟ موان زيرو، واضح الشباب؟ سو كي كيفانو ان اش، اش غتساوي حسب اللي شفنا في السؤال من قبل ان اكسبونسيال موان اي تيتا اللي هي كوسينيس ديال بي سوغ تخوا موان اي سينيس ديال بي سوغ تخوا مضروبة في بي، واضح؟ اللي هي اش كتساوي كوسينس ديال بي سوغ تخوا اللي هي ان دومي موان راسين دو تروا سوغ دو، واضحة الشباب؟ دونك هاد بي هادي غادي نشوف شحال كتساوي، نجي نعوضها دونك فوا بي، ونعلم ان بي كتساوي، بي كتساوي هي جوج زائد جوج اي دو بلس دو اي، نجي نعوضوها الفوق، فإن اش اش غتساوي ان دومي موان راسين دو تروا سيغ دو فوا دو بلس بلس دو اي. نشطر هاد العجب نشوف شنو غيعطيني. دونك دو اللي هي ان بلس اي، دونك دو غتمشي لي مع دو، دونك موان، دونك لازم نحل هنا كاين واحد اياك راسين دو تروا سيغ دو اي، هنا اي ياك. دونك قلنا سيدي دو غتمشي مع دو، تبقى ليا موان راسين دو تروا اي، واضح؟ و دو غتمشي مع دو، تبقى راسين دو تروا، و اي مع اي مع المو تعطيني موان، مع المو تولي بلوس، يعني بلوس راسين دو تروا، واضح الشباب؟ دونك هادشي شنو غيعطيني في الاخر؟ اللي هي بون كنجمع لي بارتي غيال بوحدها ولا بارتي ايماجينيغ بوحدها، بلوس اي فاكتور، فاكتور ان موان راسين دو تروا، واضح؟ دونك هادي هي اش. قال لك اسيدي اش بينا بانها كتساوي شي عجب ياك، اش كتساوي اي بي. دونك شوفوا معايا، و بي كتساوي ا موان سي، دونك نكتبو هنا بي كتساوي ا موان سي، نجي نفاكتوريزيو هنا او نعملو باي. الا عملنا باي في اش، فهاد اش هادي عملنا باي ياك، اش غيبقى لي هنا؟ هنا غيبقى لي اي ياك، ولكن اي مع اي عطيني موان زا، هنا عندي غير واحد، دونك غنضرب في واحد الموان، واضح؟ دونك ندير لنا واحد الناقص عاوتاني، جذر مربع تلاتة اي، واضح؟ باش ندير اي مع اي تعطيني موان زا، مع الموان تعطيني بلوس، بلوس راسين دو تروا، واضح؟ هنا عملت باي صافي غادي تبقى هي هي بلوس واحد ناقص جذر مربع تلاتة، واضح الشباب؟ دونك نخلي نفاكتوريزي بهاد العجب هذا، نخلي واحد ناقص جذر مربع تلاتة، ونعمل بناقص اي. ناقص اي لداخل، ناقص اي فاكتور واحد زائد جذر مربع تلاتة، واضح الشباب؟ دونك هذه هي اش، مفهوم؟ دونك قالك اسيدي بين بان اش كتساوي اي بي، افيك بي كتساوي ا ناقص سي. نجيو نحسبو هاد بي هادي اش كتساوي، بي كتساوي ا ناقص سي، اش كتساوي؟ نعوض ا بالقيمة ديالها، اش كتساوي لي هي واحد ناقص جذر مربع، واحد ناقص، واحد ناقص اي جذر مربع تلاتة ناقص سي، سي اش كتساوي لي هي تلاتة زائد جذر مربع تلاتة، جذر مربع تلاتة زائد اي، واضح؟ دونك نشوف واش غتساوي لينا هاد العجب هذا. دونك ندير لابارتي غيال بوحدها لابارتي ايماجينيغ بوحدها، ناقص جذر مربع تلاتة ناقص اي ناقص اي، دونك نعمل بناقص اي، ناقص اي عامل لي واحد
زائد زادا مربع تلاتة، هادي هي بي. وكيف ما كتشوفوا الشباب، هاد بي هادي اللي هي هادي اكزاكتومون، واحد ناقص زادا مربع تلاتة ناقص اي عامل لي واحد زائد زادا مربع تلاتة، واضحة الشباب؟ دونك هادي هي بي، دونك هو منه اش اش كتساوي؟ كتساوي اي فوا هادي نعوضها بي اللي كتساوي ديريكتومون، واضحة الشباب؟ دونك هاني توصلت للجواب. ندوزو دابا السؤال اللي من بعد. دونك تحقق، بين أن المثلث أو أش بي قائم الزاوية ومتساوي الساقين في أو. أو أش بي مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. دونك باش نبين أن هاد أو أش بي كيساوي بون أنه متساوي الساقين، و كنمشي نحسب اللاحق. دونك ما عيناش، نحسب اللاحق ديال أش، دو بوان أش، زد ديال اش مو زد ديال او، حيت قال لك اسيدي في او متساوي الساقين وقائم الزاويه متساوي الساقين في او، واضح الشباب؟ دونك ملي كيقول لك بحال هكاك، يعني هذا اللي كان فيكسي هنا هو ديك النقطه اللي بغينا اللي كندرسو فيها، واش قائم الزاويه ولا متساوي الساقين، واضح؟ دونك يعني غنفيكسي او في هاد لابارتيتين، دونك هنا غنكتب زد او، واضح؟ انا زد اش ندير النقطه الاخرى اللي هي زد بي، واضح الشباب؟ دونك اي تي ايغال زد او كيساوي زيرو، و زد او كيف ما قلنا بلي او كيساوي زيرو، وهذا اللاحق ديال اش كونت اش اللي هو بتيت اش، و زد بي اللي هو نخليه بي بتيت بي ولا، المهم ما عليناش. غير المساله انني خصني نبين ان نحسب هذا الاعجاب، هذا خصو يخرج ليا انه كيساوي اي، واضح؟ بلوز او موان اي، خصو يخرج ليا بلوز او موان اي، باش نقول بانه قائم الزاويه هو متساوي الساقين في النقطه او، واضح؟ يعني نجيو نحسبو هادي، لدينا دونك زد اش نعوضوها باش اللي هي بتيت اش ناقص زد او اللي هي زيرو سيغ زد بي اللي نكتبها هي بي ناقص زد او اللي هي زيرو، اش غتساوي؟ دونك اش سيغ بي اللي كتساوي اش سيغ بي، ياك؟ ودابخي حسب السؤال السابق عندنا اش كتساوي او، ولدينا اش كتساوي اي بي، ياك؟ ومنه فان اش على بي اش غيساوي؟ كيساوي اي، واضح؟ ومنه راني لقيت بان اش على بي كيساوي اي، ومنه فان زد اش موان زد او سوغ زد بي موان زد او كيساوي اي، ياك الشباب؟ دونك اي راه باين، يعني توصلت. دونك ومنه فإن زد اش موان زد او سيغ زد بي موان زد او كيساوي زائد اي، دونك وبالتالي المثلث او اش بي متساوي الساقين وقائم الزاوية في اش في او، واضح؟ دونك اجي نشوفوها جيومتريكمون، ماشي مشكل. دابا حنا راه في الامتحان الوطني، ولكن غير باش نفهموا الامور شي شويه، ما نبقوش خدامين غير عشوائيا. دونك شنو كنعني بهاد زد اش موان زد او؟ راه هي المتجهه اللاحق ديال المتجهه او اش، ياك؟ ها هي اللاحق ديال المتجهه او اش، نديرو ليها بحال هكا، وهاد او زد بي موان زد او هو اللاحق ديال المتجهه او بي، واضح الشباب؟ باش يعطيني انها كتساوي اي، يعني بحال قلنا هذا الموديل المعيار، على المعيار خصو يعطيني اي، واضح؟ وشنو كيعنيو بهذا المعيار كيساوي اي؟ انه خصو يخلق ليا ان الزاويه ما بين الزاويه اللي دابا هادي راه كيف ما شفنا انها زاويه، لارغيمون ديالها دابا الا درنا لارغيمون ديال هادي غيساوي هو لارغيمون ديال اي، ولارغيمون ديال اي شنو هو؟ لارغيمون ديال اي راه هو بي سيغ دو، واضح؟ لارغيمون ديال اي راه هو بي سيغ دو، يمكن نمونطريوها ياك الشباب؟ ما عليناش، لارغيمون ديال اي كيساوي بي سيغ دو، يعني الزاوية اللي كتخلق ليا ما بين او اش، إلا خديت دابا واحد البوان او هاهي، او اش هاهي بينها مع الزاوية او بي كتساوي بي سيغ دو، دونك خدينا البوان اش هي هادي، دونك خصني نخلق واحد الزاوية بي سيغ دو، دونك هادي هي بي، واضح؟
وعدنا بأن الموديل ديال هذا كيساوي الموديل ديال هذا، يعني كيساوي داك الفاكتور، فاكتور ان هنايا، واضح؟ ما كاينش جوج اي ولا تروا اي، واضح؟ دونك كيساوي دونك هذا المعيار كيساوي هذا المعيار هذا، واضح؟ دونك هنا كاين الزاوية بي سيغ دو، ومنه فإن المثلث او اش بي قائم الزاوية ومتساوي الساقين في او، مفهوم الشباب؟ دونك نتمنى ان هذا الفيديو يكون واضح، هذا الشيء اللي كاين الشباب، واي استفسار ولا شي مهم ملاحظات يمكن لكم تخليوها في التعليق، وهذا الشيء اللي كاين الشباب، وخليت لكم الراحة، والسلام عليكم.